طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. السلام عليكم، انا نوض مع الصباح هيدا بكري مع الستة، انا نوض كيجبر لي شي حاجة وقع انا في المطرح اللي فايت. مالتا هيدا ما عليك، ما بدلت الحوايج ديال الخدمة وجيت هنا المطرح اللي فايت، بقى كيبانوا لي مخزن مخلط هنايا ديك صحاب هذوك اللي كيقتلوا ديك الكلب. المهم واحد عيط عليا قال لي ايه، قال لي فين غادي، قال لي فين غادي، قلت له ماشي نترزق الله، قال لي خصك تخرج من تما. قلت له علاش نخرج من تما، قلت انا نمشي نترزق على ولادي، وقال لي عندك تجي فيك شي حاجه وصافي. المهم قلت له انا ما عندي ما تجي فيا في هاد الساعه هادي، جيت لقات الرزق ديالي دخلت لداخل بداو كيضربوا طان طيح هادي، شي داواه شي ما داواش، شي داواه شي ما داواش، العين اللي شافت هي اللي كتقول. ما نكذبش عليك، ديك الشيء على حسب الجره قليله، واحد 300 ولا 400 جره، راه ما خلاو شي 100 جره هنايا ما مكمولاش الى 80 ما مكمولاش، وخصهم راه يعدلوا لهم المسائل ديالهم. علاش يعملوا لهم هيدا؟ ها؟ يعوضوا حنا حاشي يعوضوا ثاني ديك الكلاب من مطرح النفاية ضروري. علاش اخي علاش؟ الحكرة راه ما صلحاش. خصنا نهتموا الحاجة بالحيوانات. راه يعرف القيمة ديالو، راه هو اللي قارد علينا في يوم القيامة. أنا الخاوة وقت ناعس واحد الساعة تمو جايين شي أربعة الصافيطات هيدا ومعاهم طوموبيل سيفيل ديال القايد. كانوا الجرا هنايا عندي أنا شي سبعة جرا مربيهم. واحد الساعة الساعة اللي على النور لقيت شي خمسة الكلاب مترشين بعدا عندي قدام الباب بالقرطاس، كنا ناعس فصل من البراكة. واحد الساعة بقاو تيترشوا على ديك الكلاب هنا، هما بهم شي 12 واحد ضربوا لهم العرين، شي مشى من هنا على الزايديين، شي دخل من هنا على مغوغة، شي خرج من هنا على المكرومين. هادو هما النواحي اللي عرضوا بهم الكلاب باش قتلوهم. وتنقول لك اصاحبي الكلب هارب ومسارنو مترشين، تيجبد الكلبه من فصل الباطيه وتيتيري فيها بالسناح، راه يهود هادو ماشي بشر. واش غنقول لك اخويا، الحيوان كان تيرعاه هنا، الغنم كانت تترعاه هنا، بقر تيرعاه هنا، بنادم معيش ستة الاولاد سبعة الاولاد ثمانية من هاد الارض هادي. هذا هو التالي، ها هو خدام على خمسة النفوس هاد، لا بابا يما جوج خوتو مازالين صغار، فهمتيني؟ ما كاملاش حتى 15 يوم ديال الكلب، التعدد ديال الكلب ما كاملاش حتى 15 يوم. ها هايدا ها الحمار ديال، انا نقول لك سميت مولاكا عبد الحاكم، عبد الحاكم خو الخليفه، حتى هو تيراو فيه طيحوا، لا كان ينيش على واحد الكلبه وقيله وجات فيه، فهمتيني؟ لحقاش الحمار تيكون راعي مع الكلب، فهمتيني؟